وجوه ابو نايف، لان ابو نايف بيغادرنا الان من الفتره الصباحيه. في قصيده عندك؟ ماشي معنا. بروح لبراكان، بروح انا داري لبراكان. داري بتروح. نايف ماشي معنا منك وين بيروح؟ الله يسلمك. لا هو من صبح الله جل يسلم ما يسمع. من الفتره الاولى يقول انا كان اجي الظهر لكن اصريت اني اجي الصباح اليوم. والله ابو حزام لا حق علينا. قالوا ابوك الجنه وجاله ما حق عليك. انا ابو حزام قال لي انت ما تجي الا مع بدر. لاجل ان تكرم مدينه. اجل ابو حزام ناويين انا وياك. بس من غلاكم والله. ودي ابو نايف اليوم ها يجلس يسمعك. هو اصلا ما هو يقول علينا ما نقول عليه. فيه قبل ما اجيب القصيده فيه قصتين. الاولى الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عليه. والثاني يمكن قبل تقريبا حوالي 60 سنة أو 70 سنة. فالحمد لله هذا رحمة الله عليه كان من الصغير ذكي ونبيه وفطين، وأبوه قاضي الله يرحمه. فجم اثنين يتخاصمون. كان من عادة من أول أن القاضي ما عنده عمل يروح يشتغل فيه ولا عنده كسب ولا عنده، يجلس عشان الناس يجونه للتقاضي. وكان هو مثلا إمام البقرية أو المسجد أو كذا. فإذا جاء أحد يجيبون معهم هدايا له، سواء عاد اللي عاد يجيب معه له، لانه ما روح ما عنده وظيفه، ما عنده وظيفه، والشيء ما يقدر يروح عشان الناس اللي يجون مضبوط. فيوم جو اثنين تشرعوا لهم على جليب، عندهم بير يتشرعون عليها، كل واحد يقول لي، كل واحد يقول لي. ايه. واحد جايب معه 5 جنيهات. جميل. وواحد جايب معه تمر وجايب معه طحين. حس يعطون الشيخ هم جاء الحمد لله عبد الله. طقوا الباب، كان ذاك القرية بيت طين، طقوا الباب ما هو فيها. راح الشيخ في غنمه ويرجع صلاة الظهر، وعندها أم عاد اللي هو عاد من أم غنم ولا يعني شيء بسيط لحاجة. أي نعم. فيوم أنه طقوا الباب اللي والله ما في، طلع لهم الشيخ الحمد لله عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان صغير سنه. قالوا أبوك فيه؟ إيش تبغون؟ قالوا والله عندنا قضية كذا كذا بتشرفه. قال سبحان الله عندي رأي لكم، إن جاء أبويا أخذ منك أنت التمر الطحين وأخذ منك أنت جنيهات، لكن عندي رأي. وش هو؟ قال صلح بينكم. كما أقول للمحامي ولا إين بعض المحامين الله مبارك فيه إن شاء الله الشيخ منهم. الله يبارك. يكونون يصلحون بين الناس قبل ما يصلون الشيخ منهم موضوعهم بدون. نعم. فقال وش رأيكم؟ واحد يأخذ التمر والطحين والجنيهات، وواحد يأخذ البير. وخلصوا. وخلصوا. بدل ما تشرع عند الحيلة، واحد بأخذ البير وهذا الثاني بفلس. والله إيه إن جابوا يا أخذ منكم ذية وواحد أفلس منكم رجع مفلس، واحد لا بأخذ البير عاد يحكم بينكم. لكن وش راكم صلحة؟ واحد يأخذ التمر وجنهاتها، كلهم مستفيدين، وكلهم مستفيدين، وكلكم راجعين. واليوم الأول الناس من أول من طيب نفوسهم يجون مترادفين ذلولهم عند الشيخ ويرجعون نفوسهم طيبة. ما هو كل واحد حازم الخشم على الثاني، لا، يجون سوا يمشون سوا وجود للشيخ، وكلهم راضين بحكم الله عز وجل على حكم الشيخ. نعم. إذا حكم بحكم الله راضين به. الحمد لله. فهم جايين سوا وكل منهم جايب لنا. فقال واحد والله أنا والله ودي بالجنيهات، والثاني والله أنا ودي بالبير. قال رجل خلاص كلنا ياخذ روحوا. فكان من ذكاء الله يغفر له ويرحمه. أما القصة الثانية فهي الواحد من الجماعة الشايب الله يغفر له، كان ما يعرف في أمور القضاء شيء. مثل ما الشيخ يقول بعض الناس يجهل ان التقديم على الدوائر الحكوميه وعلى الدوائر القضائيه وعلى شديه. فكان كل ما جاء يراجع معامل تلقى ناقص كذا ناقص كذا ناقص كذا وجيب كذا، يعني منها جلس له وقته هو برش. اجي ذا كلام طال عمره يسوي له ابيات ويدخل على ابن صالح. ابن صالح الله يغفر له كان هو رئيس محاكم المدينه. سوي له قصيده فيها ابيات ويجي يدخل عليه. ولا حتى من اول ما يعرف يكتب كتاب، ما يعرف يكتب. امي يوم دخل ابن صالح، ابن صالح رئيس محاكمه في مكتبه، قال ما صرنا. دخل عليه يوم دخل عليه وش عندك؟ قال له راشد الله يغفر له وش عندك شيخ راشد؟ قال انا عندي ابيات وبعطيك اياها. قال حنا في جلسه قضض الحين. قال ما اعطيك اياها، ما نروح انا ما اعطيك اياها. قال اجل جيبها. قال يرحمنا الله يا عباد الله، راح الحق دون وداني، لا جباث من الفوها وتسادوا فيها القشراني. يا ابن صالح تانك صالح تلقى اعمالك في الميزان، وانسانك مندب صالح ترى بيجيك علم ثاني. اي والله. قال بس العط اولها. اي والله بيجيني علم ثاني يوم القيامه. وقف وش قصتك انت؟ اي قال انسان ابن صالح تانك صالح تلقى اعمالك في الميزان، وانسانك مندب صالح ترى بيجيك علم ثاني.
قال لي والله اني خايف من ذي بيجي مثلها بس بس لا تطول عاد تكبرها. وايش قضيه؟ قال قضيه كويس اسحب معاملته. قال خلوها عندي، خلوا قضيه الشايب هذه عندي خلاص، ونواقص في هالشيء نخلوها عندي مره، هو شيء طال عمره يحكم لها. ففعلا يعني بعض القضاه وبعض المحامين يؤجرون على فعل في الناس اللي يجهلون. ف اما بالنسبه لعد القصيده اللي يطلبها الشيخ ابو حزام، فكنت قبل سنوات في عمل في شرور وفي فيوم جت الاجازه راحوا الناس طقوا من عندي، والجماعه والجيران والناس يطعم راحوا جزاتهم. قال يا ولد عمر عندنا مخيم هناك وجل براسي اجي لو ابن الحالي فالمخيم ما في حد العالم. قلت عاد يعني حقيقه ما يأنس الانسان بعيد عن عياله، احنا عزوبيه ما يأنس الانسان بعيد عن عياله الا جمعة الطيبين. نعم. شرواكم والجيران اللي يونسونه والربع وجماعته هم اللي يونسونه، حتى عياله يسلم على الجيران وهل يسلم على الجيران ويصير بينهم محبه والفه وبينهم ترابط وبينهم ما عاد تنقل همهم. واللي رحت سافرت واللي والله عيالك تامن عليهم جنب جارك، والجار يحط عينه عليهم ولا جاء مريض يوديه ولا جاء شايف. فكان في بعض اقول الله على اللي ركب لفوق طياره تمشي مع الجو والرحمن حاميها، تمشي مع الجو والرحمن حاميها، يا الله تستر على اللي راح بسفاره، روح يا باديرته ولا حواليها، روح يا باديرته ولا حواليها، يا باي روح لدار تطرب افكاره، يحب فيها الجبل ويحب واديها، يحب فيها الجبل ويحب واديها، والله ما ينسى يا الرجال مشواره وبعده عن الأهل وبيوت الربا فيها، بعده عن الأهل وبيوت الربا فيها، غير الجماعة وربع تسكن الحارة. طيب طيب حول حواليه لا تثرت مبانيها، حول حواليه لا تثرت مبانيها، هذا يمين هذا حل بساره، مستاجر البيت ولا الارض شاريها، مستاجر البيت ولا الارض شاريها، يسلم الربع ويسل الورع معجاره، وكثر الجماعه مع الزهم يضاهيها، وكثر الجماعه مع الزمن يضاهيها، درب الجماعه اطمع السر وجهاره، ومن لا حفظ قدر ربعه راح يجنيها، ومن لا حفظ قدر ربعه راح يجنيها، قدر رفيقك وعطل الورع مقداره، حتى المراه قدرها من قدر واليها، حتى المراه قدرها من قدر واليها، ترى الجماعه حصن علي تنسواره، محد يفكر يجال اسوار يرقيها، محد يفكر يجال اسوار يرقيها، احرص عليها ترى الايام دواره، لا بد من يوم تغدر بك لياليها، لا بد من يوم تغدر بك لياليها، ما تشوف للطير بسفره ومشواره، حافظ على ربعته يمشي ويتليها، حافظ على ربعته يمشي ويتليها، والرمح في جمعته يصعب تكسره، والينعز سهل كسره لا انفرد فيها،
ولين عزل سهل كسر الانفرد فيها. يا الله يا الله بعز تنزل استاره على الجماعة ومن يجمع مساعيها. على الجماعة ومن يجمع مساعيها. وسلامتك الله 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 الله. لا انت يا ابونا من يقول ان شاء الله صح لسانك.